مرحبا بكم. باش نعملوا جوجل انترفيو، قالوا لي اكتب اسمك في الجوجل والحاجات اللي تخرج لك احكي عليهم. ما نعرفش نشوفوا تو مع بعض ان شاء الله تخرج حاجات باهي، تخرج فضايح. بسم الله نكتبوا اسمنا اول حاجه. باهي، اول حاجه بطبيعه بجينا الفيسبوك ان شاء الله باكم تجيبش تخرج القديم. الحمد لله فهمت كان فيسبوك بركه قديم. والسما ويشك، هذا الفيسبوك القديم كي كنت مغروم بالترجي، فهمت بالترا وحفصيات. يمكن زاد احسن ايامات هي كانت غاديك قبل. كان فما جو قبل مش كيما توا كلها مفرح في الستات تنقص. يا حسره برا. هاكا علاش سكرت طول ما عينيش. نعم بالوقت. هذا يوتيوب شين يوتيوب. هذا الشين قبل ما نبدا اليوتيوب اصلا. بالطبيعه باش تلقى غنيت قال ترا، شويه بديع بحريس، هذوما غنيت كنت نسمعهم قبل. تانا اللي يقولون بعديك يتبعوا في الكورة بشتاقة كومنتريات كل يسبوا واحد درجية دولة باقي نحل الشين ملل القديمة قبل ويني ويش شين اسمه ويش هي كنت تبقى جيمر فهمت كل العباد الكل كالجبورة متاع تونس كل يا اخي كتبت جيم شين اسمه جيم ويش جيم فيها 101 سابس فيها 31 فيديو يا حسن أنا الشين هذي عملت عمري 19 سنة يعني. المشاهدات لا تهمني بقدر ما يهمني رضا المتابعين حتى لو كان شخصا واحد تحس مش أنا كاتبها جملة سرقة من شين أخر متاع يوتيوبر آخر حتى تكي الهوايات مدمن ألعاب حاسوب مش جبري بركة أكثر من جبري بلي دقيقة باش مش جيمرز موجود الباش كنت نعمل في الجيف ويز قبل ما كنت نبيع في الربيع حق كنت نبيع في الربيع قبل نبيع في فلوس متاع الجو متاع اللول بزنس صاحبي يا حسن شوفوا الليماج التصور اوه بهذه التصويره اول ايفينمون معناها في المرنقيه وقتها مع تي جي تي في التصويره هذه من ايفينمون مش ايفينمون وقتها كنا نعمل ستريت جيمر قبل هذه في السيب اول سيب وقتها عملنا فيه فيديو اول عباد تمشي تعمل فيديو تبع الجيمينج في السيب بلي خرا الفيديو فايل اسامه ويشكا يشم في التل عندك كونسول في 2013 هذا يمكن زاد من احسن فيديوهات كنا قبل خاطر نخرج نصور كل مع بعض نتلموا جروب كامل كي معبي برشا عباد نمشيو نصوروا كل مره نمشيو بلاصه يا حسن على تي جي تي في يا حسن ستريت جيم الحلقه الثالثه الحلقه الثانيه الحلقه الاولى حل اول حلقه بدينا بها غير اول حلقه عسلام الاولاد معكم وين ريت الكاميرا كيفاش هابطه ولا وز الكاميرا كيفاش هابطه وقت بعد شكون في تونس يصور في حبيب بورقيبه من بعد الثوره احنا نصوروا قدام الداخليه بخاخنا احنا قويين على الاخر قدام الداخليه في 2013 وش اسمه حياه شائكه ولا حوت شو اسمه عواد شائكه ايش شوك ولا شنو هذا باربي ولا شائك نصوني يا اخي الفيديو برشا فشل لقيت برجوليه وانا ننصح في العباد في اليوتيوب ونقول لهم ما تعملوش الغلط هذوك طلعت انا اتعس منهم بيس كاو يز يز يز